الصلاة والسلام على النبي المصطفى علي المقام. وكه واستشفائه بالقرآن وماء زمزم أدلة شرعية على جواز التبرك بالأنبياء والصالحين وآثارهم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله الطاهرين وصحابته الميامين. ذكر الحافظ ابن الجوزي الحنبلي عن عبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما في ذكر تبركه واستشفائه بالقرآن وماء زمزم وشعر الرسول صلى الله عليه وسلم وقصعته أنه قال: رأيت أبي يأخذ شعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيضعها على فيه ويقبلها، وأحسب أني رأيته يضعها على عينيه ويغمسها في الماء ثم يشربه يستشفي به، ورأيته قد أخذ قصعة النبي صلى الله عليه وسلم فغسلها في جب الماء ثم شرب فيها، ورأيته غير مرة يشرب ماء زمزم يستشفي به ويمسح به يديه ووجهه. وهذه فاطمة بنت الإمام أحمد بن حنبل رضي الله عنهما قالت: وقع الحريق في بيت أخي صالح، وكان قد تزوج إلى قوم مياسير، فحملوا إليه جهازا شبيها بأربعة آلاف دينار فأكلته النار، فجعل صالح يقول: ما غمني ما ذهب مني إلا ثوب لأبي كان يصلي فيه أتبرك به وأصلي فيه. قالت: فطفأ الحريق ودخلوا فوجدوا الثوب على سرير قد أكلت النار ما حوليه والثوب سليم. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هلي ببعض ثيابه أو كح لطيب ترابه وأضم قبره.